عمو صار لكم كم سنة متزوج؟ بمعنى من التسعين. يعني صار لكم عشرة عمر تقريبا. هاي كل ما طلعوا لازم اخوانها ولا واحد ما مربوط جايبين هنا اليوم لبغداد عشان نشوف بغداد. حلو، يعني انتوا جايين للعراق. هنا صار لكم ايش قد تقريبا؟ اليوم وصلنا بغداد وصار لنا اسبوع تقريبا، 10 ايام احنا. شلون العراق؟ صار لكم ايش قد عايشين؟ 33 34 سنة. مو جاي ابد؟ لا اجيت قبل 10 15 سنة. شلون العراق؟ لا حلو، متغير وايد وايد. صدق؟ اي والله. هذا بالنسبة لي اول مرة. طيب هنا بالعراق صار لك، قلت لي انه صار لنا فترة جايين. اجينا يوم الاحد اللي طاف. طيب شنو اكثر اكلة هنا حبيتها هنا بالعراق يسووها؟ حبيتها والله سووا لنا بامية. بامية باللحم. لحم جسمه طولي صغير. عمو جعت. والله جعت، جوعت.